بعضه لسباق الماراثون، ثم يندد بالمشي لزيارة الحسين عليه السلام، بينما الأول إنما هو لتقوية العضلات فقط، أما زيارة الحسين فبالإضافة إلى ذلك يقوي أواصر الروح ويشيد الصلاة بين الناس وبين ربهم، وله الأجر والثواب عند الله. عندما تسمع اسم الحسين فلا يتبادر إلى ذهنك إلا كل ما هو جميل من الصفات، مثل الإيمان والتضحية والإخلاص والشهادة والصمود والثبات والجهاد والصبر والعطاء والشجاعة. أما عندما تسمع اسم أعدائه فلا يتبادر إلى ذهنك إلا كل ما هو قبيح من الصفات، مثل حب الدنيا والسلطة وقتل الأبرياء ومنع الماء عن الأطفال والرضع والطغيان والعدوان والتجري على الله. ويكفي ذلك لمعرفة أي سمت يجب أن تذهب ومع من يجب أن تكون. لم يتغير شيء منذ زمن الحسين وإلى الآن، فرب الحسين هو نفسه رب الناس اليوم، ودنيا الحسين هي ذاتها دنياهم، والجنة والنار هي نفسها الجنة والنار، وكذلك موازين العدل والحق والخير والصلاح، فهي ذاتها لم تتغير. إنما الذي تغير هو أن الحسين جاهد في سبيل الله حق جهاده، وأدى ما عليه من الواجب تجاه ما حمل، ورحل عن هذه الحياة نقي الجيب طاهر السريرة، وبقي على كل جيل بعده أن يؤدي ما عليه قبل أن يرحل، حتى يكون في الصف الذي كان فيه الحسين ومع قافلته في جنة الخلد عند مليك مقتدر. انتصر الحسين عليه السلام في الحرب، وإن كان قد قتل في المعركة، وقد أقام مملكته في قلوب المؤمنين في كل زمان، بينما انهارت دول أعدائه في الشوارع والأزقة، وكان عاقبة أمرهم خسرا، ولا يوجد اليوم شخص واحد يتجرأ أن يترحم على أعداء الحسين. إذا كان بنو أمي قد استطاعوا أن يقتلوا أهل البيت في كربلاء، فإن ذلك ما زاد في قيمة بني أمي ولا نقص من مقام أهل البيت. ألا ترى كيف أن حجرا لو كسر آنية من الذهب لا ينقص شيء من قيمة الذهب ولا يزيد شيء في قيمة الحجر؟